السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على مبابي، وين يخبر رئيس باريس سان جيرمان يعني برحيله عن النادي في الصيف. كيفاش كانت وين تحدث التقارير الصحيفة عن اقتراب رحيل الدولي الفرنسي مبابي عن نادي باريس سان جيرمان في الصيف بعد انتهاء عقده. وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن مبابي قد أبلغ بالفعل رئيس باريس سان جيرمان الخليفي أنه سيترك النادي مجانا. ولفت للمصادر ذاتها إلى أنه لم يتم اتفاق بعد على شروط المغادرة بالكامل بين الطرفين، مبرز أن رغم ذلك فإن مبابي سيغادر النادي الباريسي في الصيف، وينتهي عقد مبابي صيف 2024 بعدما جرى تجديده سنة 2022، حيث كانت يعني اللي كانت البنود العقد تتضمن خيار باقي البقاء لعام آخر، من بدا أن اللاعب الفرنسي يرغب في الرحيل عن حديقة الأمراء. يعني بابي دار غلطان، بابي كرة في ريال مدريد، كرة دات شامبيونز ليغ. إلا ما يحقق دروك هو داي أموال كبيرة، دا أموال، خلينا أموال، هذه الأموال هذه من حقه كما يقول لك لعب يعني يدي أموال تاعه، يدي أموال لعب دا أموال يكمل العلاقة تاعه، ما غادي يدي والو صحيح. لكن وين مبابي؟ أنا نقول لكم مبابي ضيع بزاف، مضيع واحد الزوج مواسم ولا ثلاث مواسم مع ريال مدريد، يعني باش يدوا الألقاب، باش يتحصلوا الألقاب هي ريال مدريد، يكون أفضل لاعب يعني في العالم ريال مدريد، تشامبيونز ليغ ريال مدريد، الشامبيون، الألقاب يعني ومشتقاتها، هو دي كوب دي موند، عنده كأس العالم، باش يدخل في لعبة الأساطير يعني ويتحصل على ألقاب ومشتقاتها. نقولوا ألقاب ومشتقاتها ريال مدريد خويا، هذه هي. وين شاهدنا وين لم يتم إبلاغ يعني وين الكواليس مثيرة يعني تسونامي في ريال مدريد، يعني وين حسب الصفقة يعني وين نقولوا باللي مبابي أول تعليق من أريكي، ورفض الإسباني لويس أريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان التعليق بشكل صريح حول أخبار تفيد برحيل النجم الفريق مبابي بنهاية تعاقده مع النادي في فترة انتقالات الصيفية المقبلة. نقول لكم مبابي أريكي بروحه ما يبغيش يخدم مع نجوم كبار، يعني قنبلة من العيار ثقيل، وخرجت بها مختلف الصحف العالمية. يوم الخميس كشف عن قيام مبابي بإبلاغ ناصر الخليفي بالرحيل عن باريس سان جيرمان وسط تراقب من ريال مدريد وكبار الدوري الإنجليزي. وقال لويس أريكي في رده على السؤال الصحفي خلال المؤتمر الصحفي ليوم الجمعة الذي يسبق المواجهة نونت، ليس لدي أي معلومات لا أعطيها لك، لا أستطيع القول أي شيء، أريد إنهاء هذه القضية ولكن يجب الانتظار محادثات كل الأطراف المعنية. هذوما المدربين، أنا عندي كثير اللعاب اللي واجدين لعب اليوم، قضية تاع إدارة ليس على لي، لعب مادام متابع للنادي، راه يلعب، أنا ما غاديش ندخل في أمور لا تعنيني. شو كيفاش عنده يعني كيكون كاين بابي جاهز وكلش، يعني غادي يلعبه ويدير له خطة اللي تناسبه باش يربح، وباش ما يكونش كاين غادي يكون عنده أخبار بعين وحدة أخرى، هي هذه من التالي كاع خويا. وأضاف أنا مدرب وألتزم بوظيفتي، عندما تتحدث جميع الأطراف المعنية سأعطيكم رأيي، فقط الفريق يلعب بشكل أفضل كل يوم والجميع في حالة معنوية جيدة وهذا ما أركز عليه الآن. وتبع الأجواء التمارين كانت طبيعية للغاية ولست قلق من تأثير هذه الأنباء على أي شيء. يعني كيفاش
من قال لهم على اي شيء كانت يعني هذه، وان كل يعني يريد يعرف المعلومه وهي كيف فابريزيو هذاك هدر. يعني هذا النادي لدي شخصيه لازمه للتعامل مع الانتقادات والثناء والثناء والجدل، عليك التأقلم مع ذلك حتى تتواجد بالفريق. اي شخص لا يحب هذا الامر لا يجب ان يكون هنا. يعني ناس سبحان الله هو عطارايا مدرب عطارايا سبحان الله ما تجيبش تيار. يعني كل واحد والراي تاعو. ناس تكلم ناس من 15 تيلا كل واحد ويعطي الراي تاعو. يعني انا شو اللي مكان هذو المدربين هذو مش عندنا وين أريكي وين بفضل لويس أريكي وين يفضل يعني التأجيل الحديث عن مستقبل مهاجم الفريق لحين حسب موقف النهائي. هذه هي أريكي سأل في هذا الأمر في مؤتمر صحفي لمواجهة نونت، وكان الرد لا أستطيع القول أي شيء، أريد إنهاء هذه القضية ولكن يجب انتظار لما ستسفر عنه محادثات كل الأطراف المعنية. المباراة الثانية وين تمسك أريكي بعدم التعليق بشكل حاسم على رحيل بابي رغم كل التساؤلات التي تعرض لها من الصحفيين، وصمم على رغبته في مواصلة العمل مع باريس سان جيرمان على المستوى الفردي والجماعي مهما كانت قرارات المحيطة. هذه هي أخويا، ما عندهمش يعني ما عندهمش باش اونترينور يدخل في امور لا تعني، هذه امور لا تعني. هو اللعاب عنده راه واجد، اللعاب راه واجد عنده غادي يلعبه خدمه ان شاء الله. ما كاش قضيه تاع اداره برك تاع اموال اللعابه كيفاش يتهموا بهم، كيفاش يتهم معاهم، كيفاش يتهم مع اللعاب. هذه هي لا تبان لي كاين كاش امور وحده اخرى، بالي بلي كاش امور وحده اخرى. العسكري غلط، ماشي غالطين، ماشي الناس غلطة، لا، ماشي الناس غلطة، الناس كان يقول لك غالطين، لا، ماشي غالطين ولا، هو شو اللعاب أنا والله ما بالي لكم أنا فرحان كي يروح للريال، عرفت اللعاب غادي الريال تزيد تزهى معاه خويا، والله العظيم نقول لكم كلمة إلا استعمروا أوروبا الريال، إلا جابت بابي، غادي تستعمر أوروبا. أنا نقول لكم والله العظيم إلا شتوه في الصيف مع ريال مدريد يا ودي والله غيلبوه. كل نادي يلعب على الشامبيونة في بلاده ويلعب على لاكو في بلاده ويخلي الشامبيونز ليغ لمواليها. أنا نقول لكم والله يخلو الشامبيونز ليغ لمواليها. أنا نقولها لكم ممكن شتي ولا بابي ولي بابي مع ريال مدريد وانت وحبسها. ما تحبش ما تحبش ما تحبش ها بس حسب اخويا صعيبه صعيبه. صعيبه ماشي سهله اخويا. هذه هي انت ما تنجمش تعرف واحد ما كانش اللي يعرف وقال لك لا مازال مع الريال مازال ما بان والو مع الريال مازال يا ريال يا ريال جاية ديه راخر ديه بيرز ديه باطل ديه باطل ينيقوسي معه هو برك ينيقوسي معه هو ونيقو عنده مشروع طويل شغل عنده ملعب شغل يدمر معهم ولا ما هو مشي سهل أخويا والله يدمر معهم. هذه هي كل واحد وخدمته كل واحد يعرف كيفاش كل واحد وعارف خدمته الاخر عارف واش غادي يقدم للنادي النادي عارف شي غادي يربح معاه اش غادي يربحوا معاه صوالح ولا ماشي زعقه اخويا.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.